دكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير ورفع مخالفات القمامة في مدن ومراكز المحلة وسمنود وقرى مركز طنطا. أوضح نائب المحافظ أنه تم رصد عددا من الملاحظات والمخالفات وتم توجيه المسؤولين بالعمل على سرعة تلافيها بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، مؤكدا أن الجولات الميدانية هدفها الأساسي هو الوقوف على سير العمل بشكل طبيعي ومقابلة المواطنين والسماع إليهم، إلى جانب التعرف على مشكلاتهم والعمل على دراستها وحلها بشكل مباشر.